يا عاش تاخذ مكتب محضر مكتوبه ها محضر مكتوب والله انت مكتوب محضر عاش يا سمير بس ما قلت لهم انا يا طبعا يا هيك هو شرف الله وصل ترى عرف ولا حتى خليه يصور الخط بتاعه هذه صورية شفشوفة لا ما مش شفشوفة شفشوفة هذول شنو وغير هيك اسمك فارغ. اسمك بالكامل معي صالون الصادق من عربي مواليدك 1989 من اي مدينه هذا مدينه بنغازي صالون مجوري وين سكن مجوري ان شاء الله خاتم هذا الخاتم خاتم ذهب ترى في حدا عليه هذا جوا مكتوب صفيه مكتوب معلش صفيه فكر معلش عطولها في يده معلش عطولها في يده عطوك في مليون ما تبيعش عطولها في يده صفيه فرخاش 1970 ترى عطينا صور واحد تصور صفيه فرخاش نعم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الشريف جزاك الله ألف خير والله تاريخ خاتم شيخنا اسمه نبروس قاعد تريح سنة تريح وصوا عليه شباب وصوا خلوه يحكي بسم الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أعطينا الاسم بالكامل وتوقع الله وحده سنة الصادق أتمنى عربي سكان المزور بنغازي ثلاثة أنا واثنين ثلاثة أربعة نور ما وفار من مصراتها أنا ضاعت من كتيبة متاعي كتيبة اللي هو الأول مشاة كتيبة ثلاثة مقاتلة ضاعت منهم أنا ما يعرفش وين عندي ترى بضل وين جيت مع المصاريط هذه ضاعت مرات المتاعهم ما عندش يروح يجد أربعة أنفار معي معمل الله لمشاة هو مع صبايا وأطفال صغار معمل؟ أطفال صغار وصبايا تمام مع عائلات يعني والله طب يسبيح لكن حرام تحفظ عليه والله مش هو طالع ده بسطاقية مش باين بأن واضح بأن ماما عرفنا من الشعر أنا وهم مصرات هنا يشدوه جي شديتها مع مصرات الذهب ذهب هذا خضر مصراتي جي كتفت أنا قال لي أنا زي ولدك عادي تكف زي أبوك نعطي كف التالي بمسك من شعر نضي حلوطة تمام جوني عرب مصراتي عرفت من مصراتي كارني كاروني عرفت من مصراتي بفكوا مني قلت لهم انا شايف البنغازي قالوا لي لا وين تريد الشارع؟ قلت لهم انا ما ادري الشارع وقاعد من بنغازي قالوا لي انت بس ما يصير شيء ضروري كله وين؟ نمشي وين؟ مصراتها شوي قال لي واحد منهم جاي بيصعب فيا واحد صعب قال والله ما انا ما جاي به قلت له والله انا عندي به قلت له ما تبي تطلق انت معي قاعد معي ويجدك يعني معمر طلعت طقه في تاعت بار انا وحده في راسها وين ضربه انا كويس والثانيه وضربه انا كويس تمام في معمر هذا في معمر ان شاء الله صلعت البشا كلها خليتها كما خلقها ربي كويس لا ابي قالوا لي والله ما انا خاش مصراته خش مصراته والله اني قتلوك طلعت معهم انا رحت مصراته قلت خش مصراته والله اني قتلوك كويس انا كنت ماشي بسيارتي الخاصه شبر عندي الشبر البيضه هذه سيارتي خاصه عقلت صاحبي راك فيا ورايا ما ندير شيء طلعت زقبت من اساف وركبت سيارتي ورديت شوف بنغازي
وخذيت من الخاتم بتاع وخذيت من هذه الصغيره صنعت هذا الدم بتاع هذا الخاتم وريد الخاتم الضيق مكتوب فيه صفيه بركاش 1970 10 تصاوج مع صفيه الله يتجوز مع صفيه اعطيني اللي قلت تمام ترى قول لنا الله يكرمك كم عيد جواز كم مكتوب 1970 يا شيخ 1970 10 9 هذا الخاتم الذهب الله يرفع يا تريد 10 9 اي بطل يرفع ترى الله يعزك 10 9 كبروا يا شباب كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر معاكم وخذوا مني بندقيتي وانا قاعد في الصاله انا بندقيتي وخذوا مني بندقيتي باه ان شاء الله خير نحن ما والله ما في غمه ريس الشارع قلت لهم كيف انا قاعد بينهم مش قال والله مش عاد مانعيننا تمام وخذوا بندقتي وخذوا مسدس نتاعي مسدس بلجيكي وخذوا مني بندقه نتاعي مسدس بلجيكي بلجيكي ان شاء الله مسدس بلجيكي اللي يتكلموا عليه في التلفزيون نتاعي هذا نتاعي الذهب ولا الاسود؟ هو من بغازي حتى هو ضربه معايا شنو اسمه؟ اصلا والله اسمه غزمه ما نعرفهاش قريب أربع دقايق جاء في معمر. طيب أنت وعدة تاعك باطة. أنا وعدة تاعك باطة. كما قلت أنت. توفى دغري بعد الضربة. هو نص ساعة توفى بعد. لا لا طول بروحها مش تطلعك. طيب جاتها هناك. آه. وتم نص ساعة توفى. نص بعد نص ساعة من ضربة. طول يعني طول يعني مش بالتحديد يعني المجموعة. نعم فهمت علي؟ شوية طول روح موتها مخرجة. وعرفت على وجهه هو يقول لي حرام عليك ولا نعفس على وجهه ما فيش حاجة حرام. راجل والله يا راجل. أنت لما ربطت باش ربطت الله يكرمك. في البداية ما ربطت بشيء ما سوى شيء أصلا هو باش نعرف. لا ما فهمتنيش يعني عندك حبل عندك كيبل تاي. كتفة بيديه. كتفة بيديه. كتفة بيديه. كتفة بيديه. تمام. من كاين معاه بالضبط؟ قلت لي نساء. قريب أربع أنفار ولا خمس أنفار حاطين عند جعب حرصات نتاعها. كويس. الجعب هذا اللي بشعره انا صرت معه ما عرفتش الا في الجبهه مرش عديت غرب انا في جعب اكثر من المحرصات نتاعها قلت لك طيب قداك كاين جوا في الجعب ولا برا؟ داخل ماشي مشاه مع العائلات كم عائله؟ الله اعلم اني ما نكذبش عليك مش مش عابه جوا طيب مش مش عابه جوا مش مش عابه جوا كيف ما يقول لا كذب 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 اه اوكي لقيته بالضبط وين؟ نظام في الله طالع من هنا طالع مشاه طالع مشاه ولابس نفس الباقي البدله هذه بتاع نفس السروال كنت على سودا صرت لندانا شيخ رباحه كنت وريني اعطينا التفاصيل كامله ترى كنت على سودا لندانا بوت يعني بوت ايوه ايوه ولابس السروال باقي البدله هذه نفس البدله والله الدم بتاع موريتي سودا هذا الدم بتاع لو في تحليل نجس حله وشوف لو في تحليل لا لا خليه عندك هذه تحليل خلاص ان شاء الله بعدين فكره ثانيه ان شاء الله والخاتم هذا عند اسبوع هي ان شاء الله هذه تقولك مرت فيها في اوراق معاك انا وفي اوراق معاه مضبوطه في اوراق قاعد عندك صوت يا شباب صوت يا شباب صوت في اوراق يا حاجه مفيش اوراق هو ما عندوش اوراق شنو معاه اقرا بس لا بس ما بس ما معاه الشنطه بندي قفلني معاه ما معاه الشنطه بيو الشنطه اللي حكوا عليها اللي قوا معاه ما فيش شنطه بندي قفلني ما فيش بندي قفلني ما فيش بندي قفلني والحجابات اللي معاه حجابات مروحه بس شنو هو في يده اه الحجابات كان في جيبه بندي قفلني خذوا العرب مصراتها بندي مش معاه ما فيش بندي قفلني عنده اللي معاه بس البندق اللي قاعد عندك شنو انت؟ فلاشن ولا فلاشن؟ انا عندي فلاش فلاش الخوف مطويه فلاش الخوف مطويه يا سند ما يحلقوه هم في الصوره في البدايه شعره واجد بعد شعره واجد شعره شعره لا في انتصار شعره شويه عندي فيش تحليق شعره وما فيش تحليق شعره بكر لا وحلق قاف الناس ما هو نفس ما هو اصلا وجسمه كله ما فيش اصلا قديم حلقه جديده قصير حلقه هذا ما فيش شعر طويل مش طويل مش ما كله مش شعر بكر قصير مش قصير مش طويل لا هذه قال حتى شقه شقه والله عمر كذاب ما طويل بيقول لي انا صح قصير وابيض ما مش شعر جسمه بكر مزبوط ويضرب فيه سير يا سحاج كيف هو شقه حتى اي واحد يقول انا شفت الحذاء نتاع لا قصير معمر قصير 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 ويحط فيه هذه قال امس شقه في الغد وحيعودوا حتى صفتي عادي صار يعني جماعه مصاره تسحب علي مش جماعه مصاره تسحبوا علي تمام ما تعرفهم مش من؟ ما نعرفهم بنعرفه بالوجه اللي جابوه في التلفزيون ده حكايتهم معمر